السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب صف 11 أدبي ألف و11 أدبي هاء. سبق وأن تحدثنا في الدرس الثالث عن النهي، وقلنا أن النهي من الإنشاء الطلبي. تطرقنا إلى النهي ووصلنا عند التدريبات في صفحة 90. نبين الأغراض البلاغية التي خرج إليها النهي فيما يأتي: دعاء اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. نلاحظ النهي لا تسلط أفاد الدعاء. ب لا تسرعي يا عقارب الساعة فالرحلة جميلة. نلاحظ أن النهي لغير العاقل عقارب الساعة، فالنهي أفاد التمني. الفرع جيم: قال أبو العلاء المعري الملقب برهين المحبسين: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. نلاحظ أن هذا البيت مشتمل في ثناياه على النصح والإرشاد: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. نفرق، السؤال الثاني: نفرق بين النهي الذي يفيد التوبيخ والنهي الذي يفيد التحقير. كيف نستطيع أن نفرق بين النهي الذي يفيد التوبيخ والنهي الذي يفيد التحقير؟ النهي الذي يفيد التوبيخ يتضمن معنى التنبيه على اقتراف خطأ ما، فالشاعر عندما يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيم، فهنا النهي يفيد التوبيخ. أما بالنسبة إلى الأمر الذي يفيد التحقير يتضمن معنى التقليل من شأن المخاطب وازدراء واحتقار المخاطب. مثال: قال الشاعر لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد. فالتحقير هو التقليل من شأن المخاطب وإزدراء وتحقير المخاطب، التوبيخ هو التنبيه على اقتراف خطأ ما. نمثل بجملة مفيدة لما يأتي: النهي الحقيقي، قلنا النهي يقسم إلى قسمين: النهي الحقيقي لوجود أو لتوافر صفتي الاستعلاء والإلزام. قال تعالى على سبيل المثال: ولا تنابزوا بالألقاب. أما بالنسبة إلى مثال في جملة مفيدة على نهي يفيد الدعاء، قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وبذلك نكون
قد أنهينا الوحدة العاشرة، وحدة البلاغة، وتطرقنا إلى كل من مفهوم الإنشاء كما تشاهدون، وأنواع الإنشاء الطلبي وغير الطلبي، والأمر والنهي وهما من الإنشاء الطلبي. والآن نريد أن نعرج على ورقة ستشاهدونها الآن. هذه الورقة خاصة بطلاب الصف 11 أدبي ألف و11 أدبي هاء. هذه الورقة كما تشاهدون وظيفة. السؤال الأول، طبعا سوف أقرأ الأمثلة دون حل، وهذه الوظيفة ترفع على موقع جوجل كلاس روم، وسوف يتم تزويدكم بالكود الخاص بالوظيفة. ملاحظ هنا، بيّن الغرض البلاغي لصيغة الأمر فيما يلي. صيغة الأمر للأمر 4 صيغ سبق وأن درسناها. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال الشاعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الشاعر: تقدموا تقدموا. السؤال الثاني، بين عزيزي الطالب الصيغة التي جاء عليها الأمر فيما يلي. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. وقول المؤذن: حي على الصلاة. هذه وظيفة صغيرة من سؤالين على درس الأمر. والآن نأتي إلى الوظيفة الثانية، وهي خاصة بطلاب صف 11 أدبي ألف وهاء، رقم 2، المعنونة بالنهي. بيّن الغرض البلاغي لصيغة النهي فيما يلي. الغرض البلاغي، قلنا للنهي صيغة واحدة. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وقال الشاعر: لا تسمعوا للمرجفين وجهلهم فمصيبة الإسلام في جهاله. وقال الشاعر: لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس المناكيد. وقال الشاعر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقال الشاعر: يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطل. سؤال آخر، كيف نفرق بين النهي الذي يفيد التحقير والتوبيخ والتمني؟ نلاحظ
أن التحقير عندما يكون الغرض من النهي الازدراء، وهنا المقصود بالازدراء السخرية واحتقار المخاطب والتقليل من شأن قدراته، مثل قول الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أما التوبيخ، التحقير أغلظ من التوبيخ. التوبيخ يكون عندما يكون المنهي عنه أمرا لا يشرف الإنسان ولا يليق أن يصدر عنه، مثل قول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيم. أما بالنسبة إلى التمني، سبق وأن تحدثنا وقلنا إذا كان المخاطب أو النهي موجه لغير العاقل، مثل عقارب الساعة، الصبح، الليل، القلب، فمثلا قال الشاعر: يا قلب لا تنثر أساك ولا تطف بالذكريات وجوهن المحرق. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الوحدة العاشرة مع أسئلتها. نكمل إن شاء الله أعزائي الطلاب في الكتاب الثاني، هو كتاب المطالعة والقواعد والعروض والتعبير. تحدثنا فيما سبق في مادة العلوم اللغوية عن الأساليب اللغوية، وتحدثنا عن أسلوب الشرط، بالإضافة إلى ذلك تحدثنا عن أسلوب التعجب، والآن في الوحدة الثالثة نريد أن ننتقل إلى أساليب الإغراق والتحذير والاختصاص، صفحة 37. سنعود إلى صفحة 37. هنا طبعا هذا الدرس موجه لطلابي الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر الأدبي ألف والحادي عشر الأدبي هاء. نقرأ الأمثلة الآتية: الأب لابنه المغترب في طلب العلم، الدراسة الدراسة، الدراسة والاجتهاد فإنهما أساس النجاح. المثال الثاني: الأم لابنتها سعاد وقد همت بقطع الشارع في عجلة من أمرها أثناء مرور سيارة مسرعة، السيارة السيارة. فريق حفر الأنفاق يقول: نحن المهندسين ننجز العمل في الوقت المحدد. الأمثلة الثلاث: كل مثال منها مشتمل على أسلوب، فنلاحظ أسلوب الإغراء في المثال الأول، وأسلوب التحذير في المثال الثاني، وأسلوب الاختصاص في المثال الثالث. وقبل أن نخوض
في هذه الأساليب يستحسن أن نعرف ما المقصود بالإغراء، وما المقصود بالتحذير، وما المقصود بالاختصاص. التحذير، أسلوب التحذير، ما المقصود به؟ أسلوب نلجأ إليه عند ذكر المحذر منه. المحذر منه قد يكون الدهان أو السيارة، وذلك حين لا يتسع الوقت لذكر الفعل. فبدلا من أن نقول احذر يا علي السيارة، نقول السيارة السيارة، وإنما نذكر المحذر منه السيارة، ويكون إعراب المحذر منه مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احذر. نحو الأم، قول الأم لابنها النار النار. هذا بالنسبة إلى أسلوب التحذير. أما بالنسبة إلى الإغراء، هو أسلوب نلجأ إليه عند ذكر الشيء الذي يغرى به المخاطب. الأمانة الأمانة، العفة العفة، الأدب الأدب، من غير ذكر الفعل في الجملة. نحو المعلم لطلبته العفة العفة، فهنا العفة مفعول به منصوب لفعل محذوف على الإغراء تقديره إلزم العفة. أما بالنسبة إلى الاختصاص أو إلى أسلوب الاختصاص، هو أسلوب نلجأ إليه عند حذف الفعل أخص أو أعني. نحو نحن بني الأشراف لا نقبل الضيم، أو مثلا على سبيل المثال نقول كما في المثال السابق، فريق حفر الأنفاق نحن. نحن هنا ضمير المتكلم. ماذا نحن؟ توضيح لهذا الضمير، المهندسين، ننجز العمل في الوقت المحدد. المهندسين مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره نخص أو نعني، منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.